أعزائي المشاهدين مشاهدي برنامج حراس الوطن، النهاردة معانا حلقة غير عادية، حلقة بتتكلم على احتفالات، حلقة بتتكلم على مناسبات طيبة. طبعا احنا النهاردة في شهر قربنا بنختتم هذا العام، لكن بيشرفني النهاردة على الهوا ياسمين شوقي ومارينا صلاح اللي قدموا معايا حلقات سابقة. طبعا ياسمين النهاردة انت معانا في حلقة اسمها كلها يعني مباركات وتهنئات واعياد ميلاد، فطبعا ده اكيد يعني بيديكي شكل جديد على الهواء. اكيد طبعا. مشاهدينا الكرام، مشاهدي برنامج حراس الوطن، احتفالاتنا النهارده كتيره وحلقتنا النهارده كلها تهاني الحقيقه. اعزائي المشاهدين، انا النهارده معاكم زي ما حضراتكم عارفين ان انا بنقل من حراس الوطن، وحابه جدا ان انا اقدم. بتتكلمي دايما على زيارتك وبتتكلمي، لكن النهارده احنا بنتكلم في تهاني. قبل اي حاجه يعني عشان نبقى عارفين، بننقلهم من ارض الواقع الاخبار. قبل ارض الواقع وقبل الاخبار، النهارده حلقه بتتكلم مميزه، بتتكلم على التهاني، بتتكلم على الافراح، بتتكلم على اعياد الميلاد. وده طبعا اللي هيخليني ابدا حلقه النهارده ارفع اسمى التهاني الى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد ميلاده. عايزين نتكلم فيما قدمه الرئيس على مدار السنوات التي حكم فيها مصر. احنا مش هنقدر نجمع ده كله، لكن في الحقيقة احنا حابين النهاردة نقول له كل سنة وانت طيب يا رئيس، كل سنة وانت بخير، كل سنة وانت بتقدم لمصر ما اعتدنا ان تقدمه لنا. وما ننساش دور الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه للاستثمار والصناعة وكم المشروعات اللي عملها في عهده، فحابين نقول له النهاردة كل سنة وانت طيب يا رئيس. تهاني للرئيس السيد عبد الفتاح السيسي، وحب اشكر سعادة الرئيس ما قدمه لمصر من طرق ومباني وحاجات كتير، وفرص شباب. بس انا عايز اقول، مش بس كل بيعلق على كلمة طرق. احنا الطرق بالنسبة لكم، انا شايف ان انتوا كنتوا بتسافروا من ميت غمر للقاهرة طبعا. كان في مدة طويلة، النهاردة بدأت المسافات بدل ما كنا بناخد المشوار في ساعة ونص، لا بدأ يبقى في نص ساعة، بدأت المشاوير تقل. لكن انا عايزك تحكي لي بقى يعني النهاردة وانت بتلفي معانا للمناطق الصناعية، مدى المسافات ازاي بتحسيها؟ ده مهم قوي يعني. لا قصرت طبعا جدا عن ما كنا احنا يعني ممكن نقعد بتاع ساعتين ونص في الطريق، لا بدا ما يبقى ساعه، بدا يبقى نص ساعه. الطرق اثرت علينا المشاوير دي جدا. ده جزء، لكن على الجانب الثاني ياسمين انا متاكد ان في حاجات يعني شفتوا المؤتمر الاخير النهارده، كان كام رئيس حاضر في مصر بيعطي لمصر مكانتها الحقيقه، بيعطي لمصر شكلها. كانت في مهاترات في الوقت ده، لكن انا كنت بقول لهم لا يمكن المهاترات دي نسمعها، وخصوصا ان رؤساء العالم كلهم موجودين عندنا. اكيد بكم الامان اللي الرئيس وفره لنا والمشروعات الكتيره اللي عملها لنا في الفتره الاخيره، فطبعا كل الشكر والتقدير لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي حقيقه. لكن انا عايز اسالك بقى يعني السؤال اللي متعودين عليه، النهارده كل حد عيد ميلاده قلنا بنهني كل حد عيد ميلاده النهارده، بنهني كل حد عيد ميلاده الاسبوع ده، طبعا من ضمنهم اسلام درويش بهنيه بمناسبه عيد ميلاده. ولكن الاحتفال الاكبر لدينا اليوم هو موضوع مرور 8 سنوات على برنامج حراس الوطن، البرنامج اللي قدم اكتر من دعم للمصنعين والمستثمرين، البرنامج اللي لف مدينه الانتاج. احنا زعنا على اكتر من 7-8 قنوات في الفتره اللي فاتت دي اعتقد. وطبعا انا حابه اتكلم عن فكره برنامجنا اللي هي حراس الوطن، لم تكن المقصود بيها الجيش او الشرطه في الحقيقه، ولكن المقصود بيها كل بني ادم قدم لينا صناعه او استثمار او ساهم في تقدم البلد. انا عايز اسالك بقى بالنسبه لحاجه مارينا، دخولك في هذا العالم، عالم الاعلام ودخولك في المجال، كيف كانت الخطوات الاولى؟ احكي لي يعني. والله هو احنا زرنا كتير من المصانع، وكنت انا حابه يعني احنا تعبنا جدا واحنا بنزورهم وننقل الصعوبات بتاعتهم، ومنها ان احنا زرنا اصلا 15,000 مصنع في خلال السنين اللي فاتت، ويعني ان هم اشتكوا لنا كتير من الصعوبات اللي كانت بتجي لهم، وان احنا حاولنا ننقل ده للحقيقه لارض الواقع. ياسمين كلميني عن رؤيتك لحاله الرصد اللي بنشوفها كل يوم. في كل مرة بننزل فيها المشاريع أو المصانع أو المشاريع الاستثمارية بكون مبسوطة جدا في الحقيقة، وده عشان احنا بنرصد لحضراتكم قصة كفاح جديدة من أرض الواقع، وبنشوف دايما ايه هي الصعوبات اللي بتقابلهم وايه هي الاقتراحات اللي بيقدموها لنا عشان نوصل لبر الأمان.
لكن اكيد انت في علامات واضحه في زياراتك دي مش قادره تنسيها، يا ريت تكلميني عن اهم الزيارات اللي فضلت مأثره فيك يعني. لا هو احنا زرنا ناس كتير منهم اللي هم بتوع الطباعه والمصانع الصاج والحديد، وزرنا مطاعم كتير واكل سوري، وشفنا ناس كتير يعني، احنا ما اتكلمناش مع مطعم واحد. لكن انا عايز اقول حاجه، ياسمين كان لها رؤيه بان اللي دايما كانت تقول لي يعني الناس كلها تقول ان احنا بننقل مشاكل بننقل شكاوي ما فيش حاجه كويسه، احنا كنا بننقل برضو وجود هذا العالم يعني. شفت مصانع كتير وشفت شركات كتيره بتقدم لمصر يعني ما نستطيع ان نقول عليهم ان فعلا حراس على الوطن. لكن النهارده انا بقى المناسبه دي وانتم موجودين معايا اتكلم على اعياد المسيحيين الكريسماس، احنا داخلين وبنجهز نفسنا للكريسماس وازاي بنحتفل بيه وازاي بنحتفل مع اخواتنا المسيحيين في نفس الوقت احنا مسلمين ومسيحيين، بتعدوا لليوم ده؟ كلمينا عن الاعداد لهذا اليوم. لا والله هو بعد الساعة يعني بتبقى بعد الساعة 12 بنروح الكنيسة طبعا، بنستنى مثلا القداس بعد ما بيخلص بنقوم محتفلين، وما عندناش على فكرة في مصر كلنا بنحتفل بعيد الميلاد يعني. خليني بقى أشوف من مارينا دايما تتكلم تقول لي أنا مصاحبة قليلين مسيحيين يعني الموضوع ده لا إيه؟ احنا ما عندنا، أنا ما عنديش أصحاب مسيحيين أصلا، أنا كل أصحابي مسلمين حقيقي. يعني النهارده بييجوا معاك الاحتفالات بتتقابلوا ازاي بيحصل فين؟ هو احنا تملي بنحتفل بره يعني، احنا لما بيجي الاحتفال بتاع الكريسماس يلا نخرج، بنخرج بقى كلنا مع بعض كده نقضيه بره. انا يعني ما بحتفلش بيه جوه الكنيسه قليل قوي مع بنات خالتي بقى بس. لكن اكيد انتوا بتفكروا تسافروا في اليوم ده بتغيروا جو، ازاي بتحتفلوا في اليوم ده؟ لا هو مش شرط سفر او مش شرط ان احنا نسافر، بس كفايه بس ان احنا نبقى في وسط اهلنا في وسط اصحابنا في وسط ناسنا. اليوم ده بيبقى مميز جدا على فكره يعني، وانا ببقى مبسوطه بيه جدا. طيب مارينا لسه برضو هنكمل، بتحلمي بايه مع الاحتفالات الجديده والسنه الجديده؟ بتفكري في ايه؟ والله هو انا بفكر ان السنه الجديده تقدم لينا بقى مشاريع جديده، وان انا يبقى في دماغي هدف ان انت انا ما زهقتيش من المشاريع، انا متهيألي ان انت زهقت المشاريع من كتر المشاريع اللي بتزورها. ها بجد بس يعني عايزين نقدم فرص تانية برضو للشباب ان احنا نديهم مساحة اكبر اللي هم يشتغلوا بدل ما هم بينتموا مثلا لفكره التوك توك. لا ان هم عرفنا كلنا. لكن انا عايز اسال برضو ياسمين، إيه يعني انت شايفه الشباب ازاي النهارده بصراحه؟ والله يعني انا شايفه الشباب بيحاول يسعى، بيحاول ان هو يشتغل على نفسه اكبر، وان شاء الله الايام الجايه هتكون فيها فرص اكبر وفيها فرص عمل كتير ان هم يشتغلوا ويتطوروا من نفسهم. انا طبعا هطلب من الكنترول اغنيه فاصل عشان نشوف مع بعض هذا العرس، انا بسميه عرس بدايه من عيد ميلاد الرئيس، بدايه من احتفالنا بمرور 8 سنوات، احتفالنا باشياء كثيره ولكن كلها تاتي بالوطنيه. هنطلع فاصل بسيط مشاهد الكرام ثواني وارجع لكم تاني. الدنيا والاخر الزمن تعلم يا ام الدنيا والادب صحيح، عشتي يا مصر وعاشوا حراس الوطن، جيل بعد جيل وشرعنا يكسر هايل. حلقتنا النهارده زي ما قلت كلها احتفالات وكلها تهنئة، لكن يهمني اقول ان حلقة النهاردة هي رعاية ذهبية لمحمد عبد الغفار سلامة رئيس مجلس ادارة مطاعم الشبراوي بالعاشر من رمضان. ولما اقول مطاعم الشبراوي كل اللي بيشوفوني عارفين الشبراوي وعارفين ان في مليون مطعم باسم الشبراوي، لكن قدر محمد عبد الغفار سلامة انه يخلق من الاسم براند، قدر انه يجهز مقرات بشكل فايف ستار زي ما بيقولوا، ما هياش زي المطاعم العادية، حتى المطعم اللي في شبرا نفسه ما وصلش لمرحلة الترتيب اللي عملها محمد عبد الغفار سلامة، قدر انه يصنع شكل يقبل عليه المواطنين، قدر انه يخلق يعني محلات مش بالشكل اللي احنا بنشوفه والنبي يا محمد مشيني بسرعه واديني طعميه، لا في سيستم قدر يخلق لكلمه الشبراوي في العاشر من رمضان سيستم. وانا بتحدى
بمطاعمه، كل اللي زاروا مطاعم الشبراوي يقدروا يروحوا يشوفوا في العاشر ان في هناك نظام، بدايه من المبنى، بدايه من السيستم اللي حطه، بدايه من المطابخ، بدايه من الاختيار الافراد. في حاله الامر محمد عبد الغفار سلامه رئيس مجلس اداره مطعم الشبراوي بالعاشر وبحدد كان مفروض يكون ضيفنا النهارده، لكن هو قدم لنا الحلقه دي هدية بمناسبه اعياد الميلاد وبمناسبه عيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومناسبات عديده زي ما بقول. لكن احنا ايه المقصود من برنامج حراس الوطن عشان نوضح بعد مرور 8 سنين؟ احنا كنا كل اهدافنا ننقل رؤيه المستثمرين والمصنعين، ايه هي الصعوبات، ايه الحاجات الكويسه اللي شايفها. اعتقد ان انت شفتي معايا اكتر من مكان، يعني زرنا اكتر من مكان، وكان لك رؤيه للناس دي في المرحله الاخيره، كنت شايفه الدنيا ازاي؟ في كل مره بننزل بنشوف استثمارات مختلفه، بنشوف مطاعم مختلفه، بنشوف الناس بتقول ايه راي الجماهير عن المطعم او عن الحاجه اللي بيقدموها. طبعا انت عارف ان احنا بكل زياره بنرصد فيها بنهتم بالراي ده بمكان جديد. لكن مارينا قولي لي بقى، يعني عشان نتكلم على الهوا بقى، في تاخيرات بتحصل وفي زعيق في البيت، خلينا نتكلم بقى بصراحه النهارده، وكل شويه انت اتاخرتي والشغل وما الشغل، انت شايفه ان الميديا مفروض لها وقت يعني، ولا هي مفتوح الوقت بتاعهم؟ هي مفتوحه الوقت، بس برضو مش الاهالي مش بتقابل ده، مش بتستقبله بصدر رحب. يعني بيقفلوا شويه، بيقفلوا شويه، اللي هم خايفين على بناتهم، لا انت ما تروحيش، احنا خايفين عليكي كده. هم بيبقوا خايفين يا ياسمين اكيد عليكم، يعني اكيد عشان احنا مجتمع شرقي شويه، يعني بنهتم برضو كبنت او ان التاخير الوقت لا ما ينفعش ليها وقت معين بره البيت مثلا، اخرج كذا في الوقت دوت. بس يمكن تكون الميديا من المهن الصعبه تحديدا للبنات عشان المواعيد والوقت والكلام ده كله. لكن انت النهارده انا طالب من مارينا تكلم فريق العمل الجديد، احنا بنستقبل دفعه جديده للتدريب، بتقولي لهم ايه واهم الشروط اللي انت شايفه ان لازم تتوفر في الشخص او اللي داخله لمجال الميديا؟ والله اللي هم المفروض بيتقدموا للمجال ده يكونوا فاهمين اعلام كويس، او ان هم يكونوا دارسين اعلام، حتى لو مش دارسين يعني انا ما افتكرش ان العمل تحت ضغط اهم، بيتعلموا لما بينزلوا وبيشوفوا المصانع اللي احنا بننزل فيها الكلام ده، بنشوف. ياسمين ايه اللي دخلك جديد في حياتك؟ ايه اللي اتعلمتيه وانت في الميديا جديد؟ ازاي استحمل الضغط، ازاي استحمل التعب، ازاي ابقى قد المسؤوليه في اي وضع انا اتحط فيه. مثلا يعني النهارده مثلا موقف زي النهارده حضرتك، الضيف مثلا اعتذر وكان لازم نكمل الحلقه لكن انت ما جبتيش سيره ازازه البرفان المره، يعني بقى طالما هي كده يعني على القهوه، ازازه البرفان لما ضاعت مني النهارده ايه اللي حصل مني؟ انا حاسس هي مش موضوع كوميتها يا جماعه، حضرتك انفعلت جدا. يعني كان انفعالي غير عادي حتى على الناس اللي ما كانتش موجوده عليا انا شخصيا. طبعا انا بقول للمشاهدين عشان يعني يسامحوكوا في اللي ممكن يشوفوه من لحظات وعصبيه كانت حاصله فعلا، لكن انا بتكلم يعني في بقى مش موضوع الازازه في حد ذاتها، انا بقول الضغوط زي ما انت بتقولي اللي علينا يوم ورا يوم ورا كل يوم. يعني انا اعتقد ما حدش بينزل مناطق الصناعيه ويزور ويقابل قدنا، يعني النهارده معظم المقدمين البرامج يمكن يقول لك لا انا ما اروحش، في فريق اعداد بيروح وهو في سيستم كده، لكن احنا غيرنا السيستم ده، غيرناه وطلع من تحت ايدينا كتير جدا جدا جدا، منهم اسماء كتيره النهارده موجوده على الشاشه، مش اقل من 15 20 برنامج موجودين كلهم طلعوا من جوه عبايه برنامج حراس الوطن. ياسمين اكيد بتقولي حاجه بقى النهارده لكل اللي بيشوفوك على الشاشه، وخصوصا بنقترب من عيد الميلاد وكده، بتقولي لهم ايه؟ احب اقول لهم كل سنه وحضراتكم طيبين، وان شاء الله يكون عيد سعيد عليكم، واحب اوجه كل شكر لكل الناس اللي وقفت معايا لحد ما وصلت لهنا. يعني ما جبتيش سيرتي يعني، اكيد انت الفضل ليك في الاول والاخر. فضل ربنا. بتقولي ايه للناس اللي بتشوفك النهارده؟ والله حابه اشكر كل اللي وقفوا جنبي، ومنهم استاذ عبد اللطيف طبعا اللي هو كان سبب ان انا اكون هنا النهارده، وحابه اشكر الناس اللي بتشوفني. اكيد في رسائل معينه عايزه تبعتيها لحد؟ اكيد لاصحابي وحبايبي، عايزه اقول لهم كل سنه وهم طيبين، وان السنه الجديده ان شاء الله تكون سنه حلوه عليهم ويقدموا فيها كل اللي هم بيتمنوا. مين اكتر واحده من اصحابك اللي عايزه تقدمي لها؟ بسمه راضي.
بسمة بتقول ايه البسمة؟ عايزة اقول لها ان هي وقفت جنبي كتير وساعدتني كتير في حياتي، وان هي سبب سعادتي حقيقي، وان انا ما شفتش حد كان في حياتي كان بيقف جنبي وبيدعمني سواء في شغلي سواء في حياتي الشخصية. هي بس هي اكتر صديقة لك. انت بقى رسالتك لمين النهاردة؟ يعني لكل اهلي وكل اصحابي تحديدا. ناس كتير هتزعل كده. لا انا عايزك يعني اللي بقى بتاعتك. ما احنا اهلي دول اساسي، احنا بنتكلم على ان هم خارج الاهل. مثلا اوشين او هند. انا اصحابي كتير. اوشين وهند مين مسيحيه ومين مسلمه؟ لا الاثنين مسلمين الحقيقه. الاثنين مسلمين الاثنين. لكن الاثنين مين اكتر واحده قريبه ليكي؟ انتمتي الاثنين. انا اول مره اشوفه. خلينا بس نتدرب بقى. دايما انتي بيبقى شخص واحد. وشين كمان انا حابب النهارده انك انت ننتهز الفرصه وتقولي كلمه لاهالي متغامر اللي هيبداوا يشوفوكي بعد كده على الشاشه معانا، ان شاء الله تتعاملي معاهم، مامتك واخواتك، يعني مش مجرد بنقول كل سنه وانتم طيبين. عايز كلمه مهمه. وشوقي شوقي وانا بقول على الهوا النهارده اللي عمله شوقي انا مش هقوله المره دي، لكن المره الجايه ان شاء الله استر علينا. بتقولي لشوقي ايه بقى؟ عايزه اقول له ان هو سند ليا، وربنا طبعا يخليه لنا بعيدا عن اي حاجه بتحصل ما بيننا. هو اخويا وهو ابويا برضو، فاكيد اي حاجه بيعملها بتبقى نبع عن خوفه، يعني الخوف عليها جدا. وهي يعني اللي عايز اقوله حاجه، النهارده في عالم محيط بيكم بتتعاملوا معاه، بدا يشوفكم وانتم بتطلعوا شاشات بتقدموا برامج، بدا الشكل يتغير. هو ده اللي مقصود من الرسائل اللي حابين نقولها. طيب انا عايز اسالك بقى سؤال بقى، نعكن الجو شويه. اكيد في طلب للمسؤولين في ميتغامر، وتحديدا من رئيس مجلس مدينه ميتغامر، ايه الطلب بتاعك منه؟ هو بس يهتم برصف الطرق، يهتم يبقى في رقابه اكتر على الاسعار، علشان بصراحه في ناس كتير بتعاني من المشكله دي. هي الموضوع ده على مستوى مصر كلها، مش يعني احنا بنتكلم على طالبين رقابه. بس الرقابه مطلوبه، يعني الرقابه مطلوبه، علشان في تجار في جشع كبير بيبقى موجود في الاسواق. ونرجع تاني لموضوع الصناعه اللي هو موضوعنا. في بعض المهن كده الغريبه اللي احنا واخدين طبع، يعني مثلا في نكت كده بنقولها واحنا بنشتغل، لو جينا نخش مصنع نلاقي صاحبه عنده مرسيدس او بي ام دبليو، تقوم ندى تقول لك لا ده مش هيتفاعل معانا. الله، طب في ايه؟ بتوع الخشب برضه، بتوع الذهب. في بعض المهن كده اللي صعب قوي انهم يتفاعلوا مع الاعلام زي ما بتشوفهم. وطبعا انا بالمناسبه بقى ندى رئيس التحرير التنفيذي ندى درويش، عشان يعني ما يبقاش نفسنا في حاجه، لو شافت كلبه على باب المصنع ما هيش داخله، وممكن الاوردر يتلغى في اليوم ده. من ضمن الحاجات اللي بشوفها والمعاناه اللي بشوفها الحقيقه. لكن النهارده احنا بنقول فعلا احنا بيسعدنا ان احنا ننقل رؤى المستثمرين علشان نقدر نوصل لاستثمار افضل، وده فكرة برنامجنا اللي دايما نتكلم فيه. صابرين مجاهد، اتكلم بقى على بعض افراد فريق العمل في الدقائق الاخيرة. صابرين مجاهد اللي بتأدي دورها عن بعد، يعني رغم انها بتحتل منذ سنوات عديدة رئيس التحرير، لكن هي بتستعمل التكنولوجيا في دعم البرنامج. ندى درويش زي ما قلت بقى ان هي لو في ماسكة كنترول طول عمرها وماسكة التصوير و امل الشاذلي كبريت المعدين اللي دايما بتقترح علينا موضوعات نتكلم فيها. ومش هنسى طبعا نجوى محمود اللي زي ما بيقولوا من الجيزه للهرم، يعني نجوى محمود دي بنوته شقيه لكن غاويه دايما اتاخرت ليها، اصل انا ما ركبتش جيت ماشي، يعني مش حابه تمشي على رجليها. كمان معانا ندى احمد وحبيبه راشد اللي اعتقد ان هي قريبه تترفض من دراستها بسبب البرنامج. منا رجب واطلقنا عليها شكاره، احنا بنقول حاجات يعني احتفالات جوانا شكاره، طبعا انت قابلتيها وشفتيها. بوسي درويش وجهاد درويش وصابرين درويش، دول الثلاثه الابناء اللي بيدعموا البرنامج. وزي ما قلنا اسلام درويش اللي بنقول له كل سنه وانت طيب، بنقول له كل الناس اللي بتشوفنا النهارده كل سنه وانتم طيبين، اللي بيحتفلوا بعيد ميلادهم واللي بيحتفلوا بالافراح واللي بيحتفلوا بالخطوبه واللي بيحتفلوا باي لحظه جميله. انا حابب كمان اشكر واهني استاذ محمود العوامري اللي بيأدي معايا في حراس الوطن دور غير عادي، لان زي ما بقول لكم البرنامج بيتذاع على قنوات كتيره وعديده، متمسكين باننا نقدم دورنا لدعم الاستثمار سواء كان استثمار تجاري او مستوردين او استثمار صناعي، لكن اغلب لقاءاتنا دايما حسب توجيهات الدوله مع المصانع والمصنعين.
ياسمين، قبل ما نختم حلقتنا النهاردة، عايزك تتكلمي عن فكرة البرنامج اللي انت هتختاريه ان شاء الله بعد ما تخلصي فترة تدريبك في حراس الوطن. انا حابة يبقى ليا برنامج عن الموضة، عن الازياء، عن الحاجات دي. يعني الصناعة انا استفدت جدا كخبرة في المجال دوت، بس انا حابة يبقى اشتغل او اعمل برنامج في حاجة انا بحبها. وانتي؟ لا، هو انا ان شاء الله يبقى برنامج طبخ، ان انا اقدم فيه الستات اللي هي اهل مصر، ان هم يجوا ويزوروني في البرنامج بتاعي. انت كمان يعني انا اتقدمت يعني كتير قوي. عينك على الضيوف تاخدهم مني؟ لا لا لا، مبدئيا كده لا. لا طبعا، انا هكون سعيد جدا لما تكبروا انتوا الاثنين وتبقوا مذيعات كبار، وانتظركم في الحلقات الجايه. مشاهدي الكرام، اشكركم على متابعتكم لبرنامج حراس الوطن، واترككم الى لقاء اخر مع اغنيه قد تكون ذكرى في هذا اليوم. الى ان نلتقي.